السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي ندير معي واحد الجولة في واحد الحديقة بسيدي مومن بالدار البيضاء. حديقة اللي هي جديدة زوينة بزاف، فيها العاب، فيها بزاف ديال المرافق. انتم غتشوفوا معي هادو غير شوية شوية اللي غادي نصور لكم، لانهم باقي ما كملوش المرافق الاخرى بحال المقاهي، المسرح. كما شفتوا في هذيك اللائحه اللي صورت لكم كاينين بزاف. انا نصور لكم هذاك الشيء اللي كاين دابا حاليا، وان شاء الله ملي غيكملوها نعاود نصور لكم مرافق جديده. كما كتشوفوا الطبيعه كتحمق، والالعاب هنا كاينين ديال الصغار والكبار. هاد الجهه هذه من هنا راه فيها زليقه ديال الوليدات الصغار، والجهه من هي كاينين ديال الوليدات الكبار. يعني كل لعبه دايرين فيها الوليدات الصغار والوليدات الكبار، باش ماشي يكونش هذاك الزحام والدراري الكبار يدفعوا الصغار. وفيها الحراسه بزاف، كل لعبه يعني دايرين فيها حارس باش كينظم الوليدات ما كيتضاربوش ما كيدفعوش بعضياتهم. وهاد اللعبه هذه زوينه، دايره بحال النفق، يعني كتخشى فيها الوسط الدري، دايره بحال شي نفق. وهاد البلاصه صورتها لكم، تعمدت اني نصورها لكم لان عجبتني. اول مره غنشوفها في شي حديقه اولا جرده. هاد البلاصه هذه كتصور كتشارجي فيها التليفون، داير تحتها كرسي باش كتجلس كتشارجي على خاطرك. وكاين هاد اللعبه هذه حتى هي زوينه بزاف، دايره بحال شي مغامره بالنسبه للوليدات الصغار. الشكل ديالها زوين، واخا انا بنتي يعني في الاول خافت منه، ولكن حيت شويه فيها بحال المغامره جديد على الوليدات. اللعبه يعني زوينه، كاين يعني ابداع في الالعاب. وفيها حتى زعلولات تحت هما فيهم وليدات الصغيرين ديال اليوم بحال الحزام، وليدات الكبار ديال اليوم زعلولات عاليه، مفكرين بزاف ديال التفاصيل الصغار مفكر ليهم. اجي فيها وطبيعه فيها السكي، وكيديرو فيها خاصة هادي غير بالديكالات والفوتوغرافيات. كل بلاصة يعني الاختصاص ديالها، وكانت عامرة لأنها فتحت مؤخرا، يعني كاين فضول تشوف تكتشف في الحيداريم ياه كتكلم فوتوغرافي بزاف التصوير. يعني كاين كل بلاصه ديال الدجاج بحدها ديال الكارطون بوحدها، يعني كاين نظام في هاد الحديقه. كل حاجه عندها بلاصه، هادو كل بلاصه كتشوفو هاد البلاصه هاد الكارطون هادو هادو بغيت من بعد بغيت تشوفو غيدخلو نبيعو ونشريو فيهم. يلا غير حاطين يلا الله يسعدك تسمعو ليا الصغار على شكون اجي قلت يلا جلس قاعد في البلاصه هذه وطلبت هذا الشكل هذه قال لي كتحبك تشوف الزوما في الصيف يلا يلا الناس اللي كذا باقي اللي تشوفي ما عارفينهاش، لان ما فتحات كنت من الزرعه وكتستحق فعلا انك تزرعها، لان هي زوينه ما غاديش تنزل نهائيا. هي راه كتسد لها 7:30 كما قلت لكم، ديو معكم الماكله ديالكم لانه باقي ما فتحوش المقاهي، بلاصة المأكولات باقي ما فتحاتش. ديو معكم كاين كراسه كاين طوابير كاين كلشي تما، والنقا نقية بزاف. الشكل ديالها عجبك الورد كاين الورود خطورية. المهم غنتمناكم تزوروها وتنات نتاعكم، وان شاء الله ندير لكم الجزء ديالها الثاني من بعد ما نكملوها. لا ولا تخسريه، لا تخسريه، شكرا لكم بزاف على المتابعه.